منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مباشرة إلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرع في زيارة الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة ابتداء من يوم الاثنين 17 جويلية 2023 بدعوة من رئيس جمهورية الصين الشعبية. من الاستقلال إلى الجزائر الجديدة مسيرة نحو إرساء أسس جزائر العهد الحديث ضمن خارطة طريق رسمتها الالتزامات الانتخابية 54 لرئيس الجمهورية وجسدتها الإنجازات والمشاريع الكبرى. ومجلة الجيش تستعرض في افتتاحية عددها الأخير جملة الإنجازات المحققة على أكثر من صعيد ضمن مشروع النهضة الوطنية المنشود تجسيدا للاستراتيجية أو لاستراتيجية القيادة العليا للبلاد. استمرار موجة الحر الاستثنائية بعدد من مناطق الوطن وارتفاع قياسي في حجم استهلاك الطاقة الكهربائية وصنع الغاز تنصب خلية أزمة للمتابعة وتؤكد قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وفي النشرة رصدنا توجيهات وإرشادات المختصين لتفادي ضربات الشمس وإبراز لدور حملات التحسيس والتوعية ضمانا لسلامة المواطنين. أهلا بكم من جديد. بداية وبدعوة من فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة ابتداء من الاثنين 17 جويلية 2023. الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني. من الاستقلال إلى الجزائر الجديدة عنوان المرحلة الجديدة لجزائر العهد الحديث ضمن خارطة طريق رسمتها الالتزامات الانتخابية 54 لرئيس الجمهورية. فبعد انتخابه الباهر عقب اقتراع حر بادر السيد الرئيس إلى إرساء أسس جزائر جديدة، جزائر العهد الحديث، جزائر الحرية والعدالة والرفاه، استعادت فيها الدولة هيبتها باستكمال عملية البناء المؤسساتي وإعادة الثقة بين الجزائريين ودولتهم، فبات المواطن في صلب الأولويات. بدر الدين عباسي. هي الجزائر قلعة الكفاح وأمل الشعوب المظلومة في استرداد الحقوق. هي الجزائر التي هندست بالأمس لأعظم ثورة وبعد 61 عاما على استقلالها. ها هي الدولة الجزائرية تواصل مسيرة البناء لشعبها ليقود السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ انتخابه العام 2019 قطار الوطن سريعا نحو جمهورية يأملها الجزائريون منذ عقود من خلال 54 التزاما صدقتها الإنجازات المحققة في كل الميادين لا سيما تلك المتعلقة مباشرة بعيش المواطن. فالجزائر تحصي الآن أزيد من 12 مليون تلميذ متمدرسا وأكثر من 1.5 مليون طالب يدرسون في أزيد من 100 جامعة. كما تحصي جزائر 2023 العشرات من المراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن منشآت رياضية وتنموية أبهرت بهندستها كل من زارها. أما قطاع السكن فقد عرف عدة محطات تعد مفخرة الجزائر المستقلة، ذلك أنه لا يمكن لأي بلد في العالم أن يجاري الجزائر في سياساتها السكنية. كما يعرف الاقتصاد الوطني دفعا قويا بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يحرر المبادرات ويشجع على خلق الثروة، والهدف تنويع الاقتصاد بإيلاء أهمية خاصة للفلاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي، هذا الأخير الذي كان يجب أن يرافقه أمن مائي بإطلاق برامج شاملة لمحطات تحلية مياه البحر. فضلا عن كل هذه الإنجازات فقد تم إطلاق مشروع السكك الحديدية الضخم الرابط بين شمال وأقصى جنوب البلاد للمساهمة في بروز أقطاب اقتصادية جديدة ستضمن للجزائر استدامة النمو. لتحقق الجزائر الجديدة للرئيس تبون الإقلاع الحقيقي بسياسة لا تمت بصلة إلى النظام القديم الذي تحن إليه القوى المفترسة.
ولتأخذ البلاد اليوم مكانتها الطبيعية في الساحة الدولية من خلال رؤية استراتيجية تنموية واقتصادية تعتمد على التحول الصناعي وتعزيز التعاون الإقليمي. وبفضل الرؤية الاستشرافية للسلطة في البلاد تشهد الجزائر تحولا حقيقيا في كل المناحي تدلل عليه الأرقام المحققة في السنوات الثلاث الأخيرة، مؤشرات الاستقرار والتنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. فالجزائر الجديدة أضحت تشكل قصة نجاح تلهم العالم، تؤكد أن الإرادة القوية والتفاني في العمل يمكن أن يحقق التقدم والتغيير الحقيقي. الجزائر الجديدة إذن والمتأقلمة مع عصرها كرست عودتها بقوة إلى الساحة الدولية من خلال مساهمتها في تسوية الأزمات، كما أنها ستفاجئ العديد بإطلاقها في المستقبل القريب العديد من المشاريع التي ستعزز التحول الذي تشهده البلاد منذ 2020. عرضت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير والمعنونة بي على نهج شهدائنا، عرضت جملة الإنجازات المحققة على أكثر من صعيد ضمن مشروع النهضة الوطنية المنشود، تجسيدا لاستراتيجية مدروسة بعناية وبنظرة ثاقبة ومتبصرة وسياسة رشيدة وشجاعة تحت القيادة العليا للبلاد للمضي قدما للتأسيس لجزائر جديدة قوية بشعبها وجيشها وجميع مؤسساتها. المزيد مع خليدة حاج جلال. على نهج شهدائنا عنونت مجلة الجيش افتتاحيتها التي تزامنت وذكرى استرجاع السيادة الوطنية، وتستوقفنا أيضا الإنجازات المحققة على أكثر من صعيد ضمن مشروع النهضة الوطنية المنشود. هذا المشروع الطموح الذي يأتي تجسيدا لاستراتيجية مدروسة بعناية ونظرة ثاقبة متبصرة وسياسة رشيدة وشجاعة تحت القيادة العليا للبلاد للمضي قدما للتأسيس لجزائر جديدة قوية بشعبها وجيشها وجميع مؤسساتها، قادرة على صد كل محاولة تستهدف المساس بأمنها وباستقلالها الوطني الذي افتكته بعد تضحية جسام. وهو ما يستوجب تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها واكتساب مكامن القوى الرادعة ومواصلة مسار تطوير وعصرنة المنظومة الدفاعية من كافة النواحي، وعشية الاحتفال بالذكرى 61 لاستعادة السيادة الوطنية كان الموعد مع تنفيذ وحداتنا لتمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان فجر 2023، حرص السيد الرئيس على حضور مجرياته والوقوف شخصيا على ما بلغه جيشنا من تطور على كافة المستويات، مؤكدا أنه نفذ باحترافية عالية وأن الأمر يتعلق بإنجازات بصم عليها الجيش الوطني الشعبي المغوار الذي يحظى بثقة الشعب الجزائري الأبي. واعتبر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أن السياقات الجيوسياسية تزيد من عزمنا على تطوير وعصرنة منظومة الدفاع الوطني بهدف حماية أمننا ومصالحنا الوطنية الحيوية والدفاع عن حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي. والدفاع عن سيادتنا الوطنية يتصدر أولوياتنا، يؤكد السيد الرئيس، لصد كل محاولات زرع الاضطرابات الأمنية في جوارنا التي تتغذى من أجندات خارجية متضاربة. ومن هذا المنطلق يحرص الجيش الوطني الشعبي على التأمين الشامل للحدود. فمخطئ من يعتقد أن جزائر الشهداء والمبادئ الراسخة ترمي من خلال تطوير قدراتها الدفاعية للتهديد أو الاعتداء، بل تحرص أشد الحرص على صون علاقات حسن الجوار وتسعى للتعاون مع مختلف الدول لإرساء السلم انطلاقا من مبدئها الراسخ بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. نعم، حري بالشعب الجزائري أن يفتخر بإنجازات الجزائر المستقلة سيما في مسار بناء الدولة الوطنية، وهو ما أكده الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه بفضل جهود كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن المفدى وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي الشعبي
الشامل والطموح المباشر فيه والمرتكز أساسا على التوظيف الذكي لكافة مقوماتنا من أجل بناء المجتمع الجزائري المعاصر والاستثمار في كل ما يدعم قوة ومناعة الوطن. إلى أخبار الطقس وموجة الحر الاستثنائية التي تشهدها منذ أيام معظم ولايات الوطن، تجاوزت في بعض المناطق 46 درجة مئوية. هذا الارتفاع غير المعهود لدرجات الحرارة يرجعه المختصون إلى التغيرات المناخية الطارئة. الزميلة فتيحة أبو عراب ترصد لنا من الديوان الوطني للأرصاد الجوية التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة المناخية. نظرا لتمركز الهواء الساخن في المستويات العليا للغلاف الجوي على حوض البحر الأبيض المتوسط واستمرار الكتل الهوائية الساخنة، ارتفع درجة الحرارة إلى مستويات متقدمة مست المناطق الغربية والشرقية والوسطى للوطن. التقارير العلمية من طرف منظمات دولية لمتابعة المناخ يعني كانت أكدت أن المناطق الشمالية للوطن قد تكون عرضة، من بين نتائج أثر التغيرات المناخية أن نكون عرضة لتسلسل موجات حر قد تكون يعني كثيرة، أي تردد نتاعها يرتفع، وكذلك حتى نسبتها تكون قوية نوعا ما. إذن لذا يعني حاليا ما نعيشه كاستثنائي ممكن السنوات القادمة يكون وضعية جوية عادية. إذن المطلوب هو التأقلم مع مثل هذه الوضعيات الجوية المتطرفة. نقوم بمتابعة الحالة الجوية السائدة وهذا على مختلف المحطات الجوية التابعة للأرصاد الجوية، عند التأكد مرة أخرى على الوضعية الجوية الاستثنائية سائدة نقوم بإعداد نشرية جوية لمتابعة هذه الوضعية الجوية التي ترسل إلى مختلف السلطات المعنية. يعكف طاقم خلية الأزمة بمتابعة الوضع عن كثب للتأكد من الوضعية الجوية الاستثنائية لإعداد النشريات الخاصة. وللحديث عن الإجراءات المتخذة من طرف سونلغاز لتوفير الطاقة للمواطنين سيما في ظل الاستهلاك المتزايد بسبب موجة الحر التي تعرفها البلاد، نزل رئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال ضيفا على نشرة الثامنة، الذي أكد أن الجزائر سجلت ولأول مرة في تاريخها دورة جديدة في استهلاك الكهرباء والتي بلغت أكثر من 18 ألف ميجاوات. لأنه اليوم في الجزائر ما تعودناش على هذه يعني ارتفاع هذه الحرارة يعني بهذه الدرجة. اليوم نتحدثوا على درجة حرارة تعدى 45 يعني في المئة في المناطق الساحلية وأكثر من 50% في المناطق الجنوبية، وبالتالي هذه يعني الحرارة المتزايدة كان لها أثر على الشبكة الكهربائية، ولكن أثر بسيط بما أنه ما سجلناش يعني أعطاب كبيرة. هناك يعني بعض التذبذبات في مناطق نظرا يعني لتأثير الحرارة على العتاد، لأنه اليوم العتاد هناك عليه ضغط كبير. يعني في وقت سابق كان المواطن الجزائري تلقى في سكن يعني ذات 3 غرف عنده يعني جهاز تبريد واحد، اليوم يعني في يعني رفاهية كل السكنات يعني كل تلقى عنده يعني سكن أفتروا عنده 3 يعني أجهزة أفكات عنده، وبالتالي هناك ارتفاع كبير للطلب. ولكن الحمد لله يعني بغض النظر على بعض الأعطاب التي تم إصلاحها يعني في حينها، يعني الأمور يعني ما لاحظناش يعني هناك تذبذبات كبيرة سواء كان في الجنوب الكبير أو في الشمال. إذن جملة من المشاريع المعتبرة في مجال التزويد بالكهرباء والتي استفادت منها العديد من مناطق الوطن على غرار ولاية توغرت بإنجاز محولات كهربائية وتجديد شبكة التوزيع. عيسى تومي. يدخل المحول الكهربائي 80 ميجاوات ببن جلاب مرحلة التجارب قبل وضعه حيز الخدمة، مكسب تقوي تعززت به توغرت مع ارتفاع حجم الاستهلاك بولاية فتية تعرف توسعا عمرانيا ونموا سكانيا متسارعا. قمنا بإنجاز محول كهربائي 60-10 كيلو فولت بن جلاب بقدرة 80 ميجاوات مع إنجاز 5 منطلقات كهربائية متوسطة التوتر بطول 17 كيلومتر و6 منطلقات كهربائية متوسطة ومنخفضة التوتر
موزعة على كل من بلدية تماسين، النقر، مقارين، تبسبست والنزلة، سينا لنوعية الخدمات المقدمة من طرف مصالحنا وسعيا منا لإرضاء زبائن المديرية. كما قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية توغورت بمشاريع هامة في مجال إنجاز المحولات الكهربائية وتأهيل شبكة التوزيع متوسطة ومنخفضة التوتر. قمنا كذلك بإنجاز ووضع حيز الخدمة 20 محول كهربائي جديد على مستوى كل أحياء الولاية والدوائر التابعة لهذه الولاية، كذلك بتجديد شبكة ذات التوتر المنخفض ب 46 كيلومتر. كنا تقريبا في القايلة كيتلحق الوحدة ولدك لازمك تروح للموتور للغباء باش تتنفس، ما كانش الكتريسيتي راهي تكوبا. دورك الحمد لله نادرا ما توقع هذا الكوباج تاع التريسيتي. قبل كان عندنا الحي مظلم ياسر ما كانش كهرباء، يعني اضطرينا حتى اللي يضطر باش يسكن في الجهه هنا يجيب الكهرباء من عند العمارات القريبه هذه. تقريبا رانا في 12 سنه نعانوا في الحي هذا. حاليا جا البروجي ما شاء الله الحمد لله. وتدخل هذه المشاريع في مجال تحسين الخدمات المقدمة للزبون في مجال التزويد بالطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف وتخفيف الضغط على المحطة الكهربائية الرئيسية الممونة للولاية. ولتفادي المضاعفات التي يمكن أن تسببها أو تسببها ضربات الشمس اتباع جملة من الإرشادات الصحية، يشدد المختصون على التقيد بها. الروبورتاج لما يخرفي. مع ارتفاع الحرارة إلى درجات غير معتادة قد نتعرض لضربات الشمس تهددنا صحيا في حال لم نتعامل مع ذلك بسرعة. لازم الإنسان يدير حسابه، يدير بار اكزومبل دي كاسكات يقدر يحمي روحه لكود سولي، ولا راه في البحر يدير باراسول. لماذا؟ لأن الإنسان كي يتعرض للحرارة نقدر نقولوا بلي كاين بزاف الأشياء اللي راح يصراو به، ولازم يشرب الماء. شرب الماء لازم واحد يشرب الماء بزاف، سيرتو الصغار الرضع والشياب العزايز هذو المساكن لازم يفيتيو شويه. ايوا الناس الكبار كيما لي زيبرتون دي لي ديابيتيك هذوك ثاني لازم يتخباو ما يخرجوش بزاف، كتكون السخانه كيما نقولوا قويه. اجراءات احتياطيه وقائيه لتفادي الشمس وعدم التعرض لها، وهذا ما يوصي به المختصون. Il faut boire et encore boire de l'eau. Plus de 1,5 litres par jour en moyen. Si on ne peut pas avaler de l'eau, il faut manger des fruits surtout qui ont une teneur élevée en eau, surtout le melon, les raisins. On est en période là. الحيطة والحذر مطلوبان تجنبا للإصابة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال لأنهم أكثر عرضة، وعدم الخروج إلا للضرورة. ورغم الحرص والتقيد بالإرشادات الموصى بها إلا أن موجة الحر هذه تسببت في تسجيل عديد الحالات التي تعرضت لضربات الشمس. التلفزيون تابع عملية التكفل ببعض الحالات من مستشفى وهران مع وهبة علالي. موجات حر شديدة تفوق معدلاتها الموسمية تشهدها جل ولاية الغرب الجزائري. عندي ديابيت ولا طونسيون، كلشي عندي حاجة اوبليغاتوار نديرها نخرج عليها، ما نخرج هذا الحموان هذا يضر الانسان. ولا كان عندهم حاجة ضرورية يخرجوا عليها يديروا نوادر الشاب. الشالور تاع بصح كاع سورتو هادو الدراري صحاب السكر وكاع راهم يطلعوا معايا والله والو مالغري يشربوا الماء بزاف. بصح والله لا يعياوي مرضو. كنت حل الزاج ايوا عطاني للراس، كي عطاني للراس كي شغل ما حسيت به طلعت الزاج وجيت من جهه هنايا اثر عليا الدوخه قطبتني الدوخه حتى قعدوا مقودينني ما نجمتش. منذ بدايه الموجه الحاره لاحظنا ارتفاع عدد كبير للمرضى، يوميا يتم استقبال حوالي 20 مريض. الناس اللي يكون عندهم لافو تاعهم بلونش يعانون خاصة من هذا ضربات الشمس. ننصح هذا المرضى أنهم يتفادوا الخروج في الظهيرة من بين العاشرة إلى الرابعة مساء، ارتداء القبعات الشمسية، استعمال الواقي الشمسي، شرب الماء بكثرة خاصة للمرضى الذين يعانون من الضغط الدم والسكري لقلهم، يعني يشربوا الماء بكثرة حوالي 2 لتر بار جور. ارتفاع محسوس يتوقع انخفاضه حسب ما سجله الديوان الوطني للأرصاد الجوية لولاية وهران. تشهد البلاد منذ يومين موجة حر مست معظم المناطق الداخلية الغربية
وهذا ناتج عن تدفق تيارات هوائية ساخنة قادمة من الجنوب الجزائري ناتجة من تمركز مرتفع جوي على معظم مناطق الشمالية للبلاد. تستمر هذه الموجة إلى غاية يوم الأربعاء على أن تعود تدريجيا ابتداء من يوم الخميس. توخي الحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية يبقى أمرا ضروريا لتفادي المخاطر الصحية. في التعاون وبتكليف من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، مثلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب الجزائر في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقد أمس بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. الاجتماع يعد تحضيرا للقمة الإفريقية للمناخ التي ستحتضنها جمهورية كينيا من 4 إلى 6 سبتمبر 2023. وبالمناسبة عبرت الوزيرة عن تثمين الجزائر لمبادرة الرئيس الكيني لتنظيم القمة الإفريقية حول المناخ، كما أكدت باسم رئيس الجمهورية دعم الجزائر لإنجاح هذه القمة، مشددة على أهمية وضع القارة الإفريقية في قلب إشكالية التمويل المناخي كونها الأكثر تضررا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع الأخذ بعين الاعتبار انشغالات الدول الإفريقية ومختلف المبادرات القارية على غرار تلك التي أطلقها رئيس الجمهورية والمتعلقة بإنشاء آلية إفريقية للحماية من أخطار الكوارث. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 جويلية الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني بتمراس بالناحية العسكرية 6 من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى لنصار سليمان الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2014. وفي السياق نفسه، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بندقية الرشاشة من نوع FMPK ومسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة خلال دورية استطلاعية بأدرار. فيما تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 56 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولة إدخال 8 قناطير و49 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 159,935 قرصا مهلوسا. وبكل من تمراس وبرج باجي مختار وإنميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 142 شخصا وضبطت 17 مركبة و138 مولدا كهربائيا و67 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 34 شخصا آخر وضبط 5 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر ب 68 طنا، وكذا 38,597 وحدة من مختلف المشروبات و85 قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولة تهريب كميات من الوقود تقدر ب 16,258 لترا بكل من تمراست وبرج باج مختار وتبسة وسوق هراس والطرف. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 221 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 376 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. بمقبرة العالية بالعاصمة وري الثرى عصر أمس جثمان الفقيد الزميل الصحفي محمد رضا بوزيان الذي وفاته المنية أول أمس عن عمر ناهز 51 عاما بعد صراع مع المرض.
وحضر الجنازة عائلة الفقيد وزملائه وجمع غفير من المشيعين. الفقيد إنسان متواضع وصحفي ممتاز ومسار مهني حافل بالأعمال الإعلامية المتميزة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إن لله وإن إليه راجعون. كما انتقل أمس إلى رحمة الله مهندس بالتلفزيون الجزائري الزميل أيمن دحلان، وإثر هذا المصاب يتقدم المدير العام للتلفزيون الجزائري إلى عائلة الفقيد وزملائه بالتلفزيون بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته، إن لله وإن إليه راجعون. دوليا وفي المغرب، أكد مناهضو التطبيع بأن المخزن شريك في جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، وأن مضيه في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع هذا الكيان المغتصب تشجعه على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.